بيبي بيبي خد الفلوس دي اشتري لي بيها اسهم. يا سلام، وفين كتاب بورصه النفوس؟ امال لا 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 خلاص قطعته يا عادل، انا عرفت ان هو بيخسر اصلا يعني. خد ماشي. دول كام دول؟ 2500. حاضر 2500 رانيا. عادل عادل خد ال 5000 جنيه دول شغلهم لي في البوسطه بتاعتك. برضو يا ماما لسه مصره ان هي البوسطه اسمها البورصه يا ماما. البورصه البورصه البوسطه، اه كله بيجيب فلوس بس البوسطه بتاعتك انت بتجيب فلوس اكتر. ماشي ما كنتيش مصدقها من الاول. حاضر يا ماما، عينيا ليكي. 5000 جنيه ماما. عادل يا عادل من فضلك خد ال 3000 جنيه دول، ومن فضلك من فضلك اشتري لي من السهومات اللي هي بتكسب دي. السهومات اللي بتكسب؟ حاضر يا حماتي. 3000 جنيه حماتي. وانا كمان يا ابي. وانت عايزه ايه يا نجلاء؟ اصلي ما كنتش اعرف ان البورصه بتكسب قوي كده. واديك عرفت انها بتكسب. عايزه بكام؟ 500 جنيه اهم. 500 جنيه نجلاء. حاضر يا نجلاء. الله. ايه يا بنت انت عايزه ايه؟ خد الفلوس اللي في الحصالة واشتري لي بيها أسهم. أسهم؟ عايزة أسهم إيه؟ أسهم من شركة المصاصات السرية. المصاصات السرية. يسلم على الدكتور. 17 قرش ياسمين. الانسه سام جت دول اهي. يا سلام مواعيد بورصه صحيح. اوكي ان شاء الله. ازيك يا عادل؟ اهلا وسهلا. بتقول سهم شركه الكراتين والفل الصناعي وصل 5000 جنيه؟ بيع طبعا. يا سلام، الكراتين والفل 5000؟ امال الحديد يبقى كام بقى؟ وشركه البلالين وصل 10000؟ ده الاسبوع اللي فات كان ب 35 بس. البلالين بقى البلالين خليه بيع خليه بيع. بقيت هايل يا عادل. بيع طبعا. سلام. اهلا وسهلا. اتفضلي يا زفت قوم. اتفضلي. اهلا وسهلا يا استاذه سهام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله يا حضرتك منوره. انا وحضرتك دي الفلوس اللي انا جبتها بقى من كل الاسره عندي، يعني امي واختي وكله كله جبت منهم فلوس. يعني انت بقيت هايل في البورصه يا عادل. امال فين فلوس التجار اصحابك؟ التجار اصحابي على وصول، انت عارفه طبعا يعني التجار بيحبوا يشوفوا كل حاجه بعينيهم. اوكي، وعمولتك طبعا محفوظه. ربنا يخليك. اهم حاجه بقى احنا المره دي هنحط الفلوس في اسهم انه شركه. شركه تلج اسوان. تلج اسوان، يا نهار ابيض. دول هي اسوان دي فين دول؟ اسوان دي بعيد جدا. يلا يعني عارف وانت في اتجاه بنها بقى كده بس مش شايفه انه بعيد يعني اسوان دي؟ ايه يا عادل ما تبصش تحت رجليك، انت لازم تبص لبعيد. ايوه بس دي اسوان مش بعيد عادي، دي بعيد جدا. امال يعني انت عايز تكسب وانت قاعد كده لازم تتحرك شويه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. المعلمين وصلوا هم. زي ما فهمتك بالظبط. ما تقلقيش تقلقيش. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا معلمين اتفضلوا. اهلا وسهلا. انستوا ونورتوا وشرفتوا. معاكم الانسه سهام الاسهمي، خبيره في البورصه وصاحبه شركات المكاسب السريعه الخياليه الفظيعه في البورصه. اهلا وسهلا. اسم على مسمى فعلا، خيالي خيالي. ما تتخضيش منه، يعني هو مندفع كده بس هو اساسا اقرع ونزهي يعني. واحنا فلوسنا جاهزه. معاك يا معلم عادل. بس بس ايه؟ لا انا كلامي ثقه. احنا واثقين فيك طبعا، خصوصا بعد لما كسبت في شركه الاتصالات المخفيه. هي السريه بس المخفيه تعدي برضو يعني. واحنا هنحط فلوسنا في اسهم انهي شركه يا معلم عادل؟ ان شاء الله هتحطوا فلوسكم في اسهم شركه تلج اسوان. تلج وفي اسوان كمان؟ ايوه تلج في اسوان. اتصرف، العمولة هتضيع منك. اتصرف، الحمولة هتضيع منك. عملت في مراخيرها كده. يا جماعة بالنسبة لتلج بالنسبة لتلج أسوان يعني يا أخوانا، التلج ده أهم حاجة في الصيف، وبعدين الصيف السنة دي هاجم هجمة شنيعة فظيعة قوية جدا. مين فيكو ما بيشربش في الصيف عصير قصب؟ محدش. مين فيكو ما بيقعدش على القهوة ويطلب كوباية شاي ومعاها كوباية مية مشبرة؟ محدش. شفتوا؟ عشان كده أهم استثمار يا أخوانا نستثمره في الأسهم بتاعت التلج بتاع أسوان. وانا واثقين يا معلم عادل. انا عن نفسي هحط كل فلوسي في الاسهم. وانا كمان. وانا اديني فرصه يومين ثلاثه اذ ربما ابيع بضاعتي اللي في البازار وازود بفلوسها سهومي في البورصه، ولا غلط؟ لا صح، وانت عمرك تقول حاجه غلط خالص يا معلم تيتي، يعني كلكم هتاخدوا اسهم ان شاء الله.
بتعجن ماشي ورايا عمال بتخبط فيه ايه؟ قول لي النهارده ايه؟ النهارده تاني يوم يبقى الاثنين وتالت يوم يبقى الاربع وخمس. انا بقول لك على حسب الاسبوع الفرعوني النهارده. انا عارف النهارده ايه. خلاص خلاص، بس المشكله لغايه دلوقتي سهام الاسهمي ما اتصلتش ولا جت. الا صحيح يا دولا، في سؤال محيرني كده وانا اقوله لك. اسال واخلص. هي الانسه سهام دي متجوزه ولا مطلقه؟ هو ده السؤال اللي انت موترني. انا بقول لك انا مش طايق نفسي، انا متوتر جدا عشان موضوع البورصه اللي انا فيه ده. ماشي يا دولا. دولا هي البورصه دي مرات البورص يعني؟ انت اللي اساسا شبه البورص اللي ديله مقطوع. ابعد عني السعادي، ابعد عني السعادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلمتي؟ اتفضلوا معلمين، اتفضلوا. اهلا وسهلا، منورين. اهلا وسهلا. هو ده بقى معدنا. بشرني بقى، كسبنا كام؟ كسبنا اكيد يعني، بس كام لسه هنشوف يعني ان شاء الله. بس هي بورصه معروفه بتكسب يعني. الو، السلام عليكم. مين؟ الانسه سام. الانسه سام. والله العظيم الف مبروك. يا الحمد لله رب العالمين، مع الف سلامه وش السعد، مع السلامه. ده قالت لك ايه؟ لا يا دول، انا عايز الحلاوه الاول علشان الخبر الحلو ده. اخلص. قالت لك ايه وانا اجيب لك يا سيدي اربع خمس علب حلاوه؟ قول. قالت لي يا دولا ان التلج ساح والاسهم كلها خسرت. التلج ساح، التلج ساح، التلج ساح.